السلام عليكم الطلبة، جيسبر تكونوا مزيانين. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفوا واحد الموديل اللي هو كيشكل واحد العائق للطلبة ديال لا بيولوجي اس ان، يعني هو لا بيولوجي سيلولا. الناس اللي كدير يعني لي فيليير هما كما كتشوفوا لي فيليير اس في اي ولا اس تي اي، يعني سواء كنتي يلاه درتي لا بيولوجي ولا لا جيولوجي العام الاول، فراه خاصك ضروري هاد الموديل تراجعيه مزيان وتبداه من الاول، لانه هو الموديل ديال التخصص وكيكون طويل، وخصوصا الناس ديال اس في اي، يعني اللي غيكملوا في الاس في اي ما غيمشوش اس تي اي، يعني حيت كاين الناس اللي كتقرا اس في اي ومن بعد كتولي اس تي اي، حيت العام الاول كتقراهم مشتركين، يعني العام الاول اس 1 واس 2 كتقراهم مشتركين، يعني في الاس 3 فين كل كيمشي يعني التخصص ديالو اس تي اي، كاين اللي كيمشي التخصص ديالو اس في اي. المهم حنا جينا في هاد لا فيديو غادي نقولوا لكم بلي ان الموديل ديال البيولوجي سيلولار كيبغي الخدمه وانه طويل بزاف. انا غادي نعطيكم البلان دو كور دابا، يعني شنو هما الحوايج اللي خاصكم تعرفوا فيه، وغتشوفوا ان غير هاد الشيء اللي غنعطيكم راه طويل بزاف، يعني راه خلي كاين البارتي الاولى طويله كاين البارتي الثانيه طويله. هاد الشيء علاش يعني خاصكم تبداوه من الاول. كاينين سبعه ديال لي موديل: الفيزيك، المات، الجيولوجي، الشيمي، لونغ تيرمونولوجي، لومبريولوجي، الهيستولوجي، والبيولوجي سيلولار، يعني سبعه. ولكن من بين الموديلات اللي صعيبه ماشي صعيبه كيبغي يحفظها انه طويل بزاف هو لا بيولوجي سيلولار، هو هذا يعني نعطيكم بلان دو كور ديالو. كاين لومبريولوجي هيستولوجي شي شويه فيها تعقيدات، ولكن يعني كيبقى لا بيولوجي سيلولار هو الموديل ديال التخصص. اي فوالا كما كتشوفوا هذا هو لا بيولوجي سيلولار، يعني واحد البولي كوبي ديالو. غادي نحاولوا نعطيكم البلان دو كور يعني بالزربه. بالنسبه للموديلات الاخرى راه كيكونوا الصراحه ساهلين الدراري غير بخاتيك، راه دخلوا لهاد لاشين يوتيوب غتلقاو بلاي ليست فيها الشيمي بوحديتو، فيها جيولوجي جينيرال، فيها فيزيك بلوبشيك جيومتريك الى غير ذلك، ونيكليير وتيرموديناميك. المهم غتلقاو كاع لي كور كنا درناهم هنا، مي ما كاملينش، غنحاولو نكملو معاكم هاد العام ان شاء الله. المهم نبداو على بركة الله نشوفو اشنو غادي نقراو في هاد الموديل بالطبع. كما كتشوفوا الدراري هذا هو البلان دو كور، يعني لا بروميير بارتي راه كاين دو بارتي، هذه هي لا بروميير بارتي. بالنسبه للبارتي الثانيه الدراري كتكون داكشي ديال الباك، ولكن زايد واحد شويه داكشي ديال لا دي ان وداك التخربيق، ولكن الاكثريه البارتي الثانيه كيركزوا على لي شيمات، يعني بالنسبه لي برو بالنسبه لي فاكولتي اللي كيديروا لي شيمات البارتي الثانيه كتكون تقريبا كامله ديال لي شيمات. المهم اول حاجه الدراري يعني الا ما فهمتوش شي حاجه هنا ها هو هادشي قدامكم كامل، ولكن غادي نحاول نعطيكم داكشي اللي كتبت لكم انا، يعني اللي كتبت انا باش نبين لكم يعني بلا ما تشوفوا هادشي كامل. اول حاجه غتشوفوا الديفينيسيون ديال لا بيولوجي سيلولار، شنو هي لا بيولوجي سيلولار. غادي اول حاجه لا بيولوجي سيلولار سي اون سيونس كي ايتيدي يعني لي زورغانيت لي بروسيس فيجيتو لي سيلول، فوالا هي واحد العلم اللي كيهتم بدراسه ديال النباتات بزاف د الحوايج. المهم حنا غادي نحاولوا نديروا لواحد الفيديو خاص بهادشي انتروديكسيون باش تفهموا كلشي. المهم حنا غنعطيكم غير البلان دو كور، المهم غنشوفوا الديفينيسيون ديال البيولوجي سيلولار. اول حاجه غادي نشوفوا لا ديفيرونس يعني اونتر لا سيلول يعني اوكاريوت ولا سيلول بروكاريوت، يعني خليه حقيقه النواه وغير حقيقه النواه. من بعد غادي نشوفوا يعني لا سيلول انيمال ولا سيلول فيجيتال، كما كتشوفوا هنايا يعني غنشوفوا لا سيلول انيمال اللي كاينين في هادشي كاين في يعني في الاوكاريوت يعني كاين في حقيقه النواه. غنشوفوا لا ديفيرونس عاوتاني ما بين لا سيلول انيمال وسيلول فيجيتال. بالنسبه لي سيلول بروكاريوت غنشوفوا عاوتاني يعني بزاف د الحوايج، قلنا غنشوفوا ما بين هي يعني لا ديفيرونس هي ما بين هي والاوكاريوت اوكاريوت، ومن بعد غنشوفوا يعني لا ديفيرونس عاوتاني ما بين سيلول انيمال وسيلول فيجيتال. يعني هادشي غادي نحاولوا نرتبوه لكم كما كتشوفوا، واخا غادي يبان لكم هادشي صعيب. وثالث فقره اللي غنديروا ان شاء الله هي غنديروا لا كومبوزيسيون شيميك ديال لي سيلول، يعني اش كتكون لنا الخليه. اي فوالا من بعد غنشوفوا لا سيبستانس ديال لي سيلول، من بعد غنشوفوا لا مومبران بلازميك يعني لا مومبران بلازميك، ولكن حتى نشوفوا يعني يعني لا كومبوزيسيون مينيرال ديال الكومبوزيسيون شيميك عفوا ديال لي سيلول، يعني فاش كتشوف لا كومبوزيسيون شيميك ديال لي سيلول اللي يعني كتعرفوا ان الخليه هي المكون الاساسي ديالها هو الماء. فوالا هذيك يعني ندوزو عليها بالزربه كما كتشوفوا محاطينهم لكم هنا. من بعد كتشوف ميثود ديتود دو سيلول، شنو هما الميثود اللي كندرسو بهم الخليه. كاين ميكروسكوب يعني كاين بزاف ديال الميكروسكوب، ها هما كما كتشوفوا هادو هما الانواع اللي غادي كنشوفوا فيهم يعني الخليه كيفاش كندرسو الخليه. من بعد غنشوفوا المهم غنشوفوا هادشي كامل كما كتشوفوا، ولكن هادشي يعني غير كيفسروا لكم شنو غادي تقراو بالضبط. يعني حنا غادي نحاولوا نديروا لكم لي ريزومي يعني بلا ما تخلعوا من حتى شي حاجه.
كما كتشوفوا هادو هما الحوايج اللي غنشوفو كاملين من بعد الفقرات اللي مهمين اللي كنركزوا عليهم هما هادو. انا كما كتشوفوا هنا غنقراو لا مومبران بلازميك. لا مومبران بلازميك الدراري شنو غنعرفوا فيه؟ غادي نعرفوا فيه ديفينيسيون ديالو، ستريكتور ديالو، كومبوزيسيون شيميك ديالو، ولا فلويديتي ديال المومبران، ولي تيب دو موفمون دو لا مومبران. فوالا هادشي اللي غنعرفوا في لا كومبو، يعني في المومبران بلازميك. المومبران بلازميك ضروري ما غادي خصنا نعرفوا على ستريكتور ديالو، ضروري ما تعرفوا عليها حيت مهمه ومهمه بزاف. ولي فونكسيون ديالو كاينين جوج، ترونسبور اكتيف وترونسبور باسيف، يعني النقل النشيط والنقل غير النشيط. حنا غادي نشوفوا هادشي كامل بلي ديتاي. المهم غنحاول نزربوا شويه في الفيديو باش ما يكونش طويل بزاف. حنا شفنا المومبران بلازميك بلا ما يعني نشوفوا هادشي اللي حاطين هما هنا. انا شرحت لكم يعني نيشان بلا ما نوريكم شنو غادي نشوفوا. ديفينيسيون ديالو، ستركتور ديالو، كومبوزيسيون شيميك ديالو، لا فلويديتي ديالو، ولي تيب دو موفمون دو لا مومبران. فوالا ولي غون رول دو لا مومبران اللي هما غادي نشوفوهم ان شاء الله. المهم هادشي اللي كنا دابا على لا مومبران، هادشي كامل يعني غنشوفوه ان شاء الله. يعني الكومبوزيسيون الشيميك ديال لو مومبران اللي هما هادو كيما مكتوب، ليبي لي بروتيين لي غلوسي. صافي من بعد ما غنشوفو يعني الكومبوزيسيون، ملي غنشوفو البروبيتي جينيرال ديال لي مومبران، لا فلويديتي مومبرانيغ، اسيميتري دو لا مومبران، يعني هادشي كامل. وغنشوفو ترونسبور باسيف اللي قلت لكم دابا، ترونسبور اكتيف. المهم غنشوفو عاوتاني الريكونيسونس اي اديرونس سيلولار، غنشوفو الميكانيزم، غنشوفو لي غول، غنشوفو عاوتاني جونكسيون سيلولار. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه. وبالنسبه هادي هي لا بروميير بارتي، لا بروميير بارتي كتركز يعني على هادشي اللي غنركزو عليه. صافي يعني غنعاود نذكركم بهذاك الشيء. اول حاجه غنشوفو الديفينيسيون ديال البيولوجي سيلولار، من بعد غنشوفو لا ديفيرونس اونتر لا سيلول اوكاريوت لا سيلول بروكاريوت، الكومبوزيسيون شيميك ديال لي سيلول، غنشوفو لا ديفيرونس اونتر لا سيلول انيمال اي لو سيلول فيجيتال، غنشوفو لا مومبران بلازميك، غندرسو كامل، نشوفو التعريف ديالو، نشوفو لو رول ديالو، نشوفو يعني لي تيب دو موفمون دو لا مومبران الى غير ذلك. وغنشوفو الريتيكولوم اوندو بلازميك، الديفينيسيون ديالو، التيب ديالو الى غير ذلك. ومن بعد غنشوفو هادشي يعني الريتيكولوم اوندو بلازميك غنشوفو البارتي الثانيه، عفوا يعني الريتيكولوم اوندو بلازميك غنشوفو البارتي الثانيه. كما قلنا البارتي الثانيه يعني كتكون ساهله شي شويه، يعني كيكونوا فيها غير اللي شيما بزاف. المهم في البارتي الثانيه غنشوفوا غير تكون مونتو بلازميك، يعني الديفينيسيون ديالو، لي تيب ديالو، لا باراي دو رول جي اللي ديجا قريتو في الباك، يعني داكشي اللي قريتو في الباك الميتوكوندري خليته نوصلوا ليه. يعني غنشوفوا لا باراي دو رول جي شنو غنشوفوا فيه، نشوفوا الستريكتور ديالو كذلك، ديفينيسيون ديالو، الفونكسيون ديالو. ومن بعد غنشوفوا لي زوزوم، لي زوزوم حتى هما غنشوفوا الديفينيسيون ديالو، ستريكتور لي كومبوزيسيون شيميك ديالو، غنشوفوا لي تيب ديالو الى اخره. المهم هادشي كامل غنشوفوه. غندوزو من بعد غشنو غادي نشوفو، غنشوفو الميتوكوندري. الميتوكوندري ديجا قريتو في الباك الدراري، غتشوفو ستريكتور ديالو، البنيه ديالو، الشكل ديالو، كيفاش انتم عاقلين يعني كيفاش فين كاين الماتريس، وفي كاين يعني الماتريس كاين يعني السيتوبلازم، في كاين دوك الحبيبات وداكشي. المهم نتوما عارفين على البنيه ديالو كيفاش دايره. قلنا غنشوفو ستريكتور ديالو، الفونكسيون ديالو، وغنشوفو السياكل دوك خيرس. السياكل دوك خيرس ديجا قريتوها يعني في العلوم اس في تي اس في اس في تي يعني في الباك. غادي نشوفو حتى هي ستريكتور ديالها، السياكل دوك خيرس راكم نتوما عارفين كيفاش دايره. غنشوفوها حتى هي مزيان. ومن بعد غنشوفو الكلوروبلاست. الكلوروبلاست هو الخضور، والفوتوسينتيز يعني هو التركيب الضوئي حتى هو غنشوفو، غنشوفو الديفينيسيون ديالو، غنشوفو بزاف الحوايج. اخر حاجه غنوصلو ليها هو النويو. مثلا حنا علاش شنو كيهضر هذا الموديل كامل بصفه عامه؟ هو مثلا كتشد واحد الخليه، كنبقاو ديك الخليه غاديين غاديين غاديين، وكنقراو عليها، كنقراو على هذاك الموبغا اللي دار بها، من بعد كنقراو على هذه، كنقراو على هذه، حتى كنوصلوا للنويو ديالها. يعني هذا هو الموديل كامل علاش كيهضر. اي فوالا، باش كتوصل للنويو غادي نشوفوا بزاف الحوايج، نشوفوا الميتوز والميوز، يعني انقسام مباشر انقسام غير مباشر. داكشي قلت لكم يعني البارتي الثانيه كلها متعلقه بداكشي ديال الباك ولكن بالفرونسي. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحابكم، باش هكا يعني ياخذوا واحد الفكره على هاد الموديل اللي هو كيبقى من بين الموديلات اللي كيأهلوا الناس بزاف انهم يعني يتقبلوا في لا فارماسي بزاف الحوايج. يعني هاد الموديل كنصحكم انكم خاصكم تفاليديوه، ما تكومبونسونسيش تكومبونسونسيش ما بغاش تخرج، ما تكومبونسيوش يعني ما تجمعوهش. مثلا تجي فيه غير 8 ولا 7 وتطلعيه في موديل اخر، كما كتعرفوا الكومبونساسيون في لافاك. فوالا كنصحكم انكم تجيبوا فيه 10 فما فوق، المهم تجيب فيه غير 10. الا جبتي 10 راه كيأهلك انك يعني من بين الموديلات اللي كيأهل انك تقبل في لا فارماسي. بزاف ديال لي كونكور انهم كيطلبوا هذا الموديل يكون فاليدي هو لومبريولوجي هيستولوجي والميكروبيولوجي، ماشي بالضروره انا كنقول لكم، ولكن يعني كيعطيك واحد الحظ انك تقبل في المدارس من بعد باش تبغي تدفع تاخذ الدوب ديالك الى غير ذلك. المهم هادو كان نصائح انا كنصحكم بهم، يعني الناس اللي كانوا دازوا قبل راه ما كانوش عارفين هادشي، كانوا كيسحاب ليهم يعني موديل راه عادي بحال هذا بحال هذا.
مثلا الموديلات الاخرين راهم ساهلين يعني لي تقدر تجيب فيهم لي بون نوت بحال الفيزيك بحال الشيمي بحال خصوصا واحد الموديل اللي هو جيوديينامي جيولوجي يعني هذاك من بين الموديلات اللي ساهلين. ما بغيتش نطول لكم في الفيديو الدراري، بارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، ما عجبكمش ما عندي ما ندير لكم، المهم هادشي اللي طلاه. ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله الجاي باش نحاولوا نديروا فيه كانتروداكسيون لا بيولوجي سيلولار ونبداو على بركه.